لان لو ما فيش عمل وفي بطاله في احباط في ياس في حاجات سيئه جدا، لكن لما يكون في عمل في تفاؤل في ترقي في نجاح اكتر في مستقبل في حاجات جميله. فالمساله كمان في البحث عن العمل بتحتاج صبر واختبار من ربنا سبحانه وتعالى ليك، ومش بتلاقي العمل بسهوله، لكن انت هتحتاج سعي. حاجات كتير هنتكلم عن الامل والعمل فيها في حلقتنا النهارده، وازاي يكون عندك الصبر، ويكون ازاي تجد العمل، وازاي تتصرف، وكيف يكون تفكيرك. كل ده هنتكلم فيه في حلقتنا النهارده في برنامجكم دنيا ودين. تابعونا بعد هذا الفاصل. نجدد تحية بحضراتكم مشاهدينا الكرام، والنهارده هيكون معانا الداعية الأستاذة عبير أنور، الداعية بالأوقاف، اللي بنرحب بيها. أهلا بحضرتك معانا. أهلا وسهلا. أهلا يا دكتور. الحقيقة زي ما قلت أهلا بحضرتك يا فندم، وزي ما قلت في البداية مسألة الأمل والعمل مرتبطين كلاهما ببعض. نحب نتكلم من خلال رأي حضرتك عن إن الإسلام نهانا أساسا عن اليأس، مفيش يأس، الإسلام لغى كلمة اليأس دي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الحقيقة إن الإسلام في المتتبع لآية القرآن يلاقيه بينهانا، يعني دايما بيدعو للأمل وبينهانا عن اليأس وبينهانا عن الإحباط والتحبيط. فتلاقي إيه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تلاقي كل الآيات بتتكلم في إن هي إيه، بتدعو لعدم القنوط وعلى ودايما الإنسان يكون عنده عمل. ولكن الحقيقة إن هو ما ينفعش إن هو أمل وإحنا بنقول ما فيش يأس وما فيش إحباط من غير ما نتحرك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تمام. فعلشان كده لازم يبقى عندنا شوية أدوات يخلونا نقدر نمشي واحنا ايه متفائلين، دايما في امل. طب ايه اللي ممكن نعمله علشان نقدر نتحلى بهذا الامل مع ايه، مع ضغوط الحياه. اول حاجه السحر الحلال. اللي هو ايه السحر الحلال؟ السحر الحلال، ايوه. دي اول مره الكلمه دي اسمعها. دي أول أداة، أول يعني مرة أسمع هذه الجملة. طب إيه هو السحر الحلال؟ أكيد بقى إن أنا أقرأ الآيات القرآنية. الدعاء. 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 الدعاء السحر الحلال. اللي هو يعني سيدنا موسى أما قال إيه، فعسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أيوه. بص، دعوة من غيرت إيه؟ غيرت حياته خالص. بعد ما كان خارج من المدينة فار يعني، ورايح مدين وكده، بقت حياته شكلها ايه؟ بقى ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، يعني حتى ادبه في الدعاء. يعني فالحقيقه ان هو اول خطوه ندخل بها اي الدعاء. حاجه الدعاء. الله. كمان التوكل على الله. وكان امر الله قدرا مقدورا. ما تتخيلش ان انت هتعمل حاجات كتير، انت بس ايه بتسعى. كلامك رائع. يعني السحر الحلال، التانيين اللي بيعملوا السحر الحرام بيطلبوا من والعياذ بالله جان، وبيطلبوا من ما هو بيدعوه، بيدعوا بيطلبوا من جان، لكن هنا بيطلب من الرحمن. تطلب من رب الجان. ما تطلب من رب الجان اللي هو متحكم في كل. ما انت بدل ما تطلب من هنا وليهم طلبات وليهم اوامر وليهم حاجات، انت هتطلب من هنا سبحان الله عايز منك بس الالتزام والعباده بس، وهيعطيك والله سبحانه وتعالى. يعني كريم وسريع. تاني مفتاح توكل على الله. يعني امشي كده وانت ايه، وكان امر الله قدرا مقدورا. محدش هيغير حاجه، انت بس عليك ايه، السعي. ما تخافش. يعني الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا ايه، حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص امشي بقى، حتى يعني هتمشي ايه، هتنفد في الصخر. ما هو ايه، طيب انت الناس اللي تاخد كلام حضرتك وتقول ايه، حلو قوي الدكتوره بتقول ان الرزق مكتوب والدنيا كده، يقعد انت سلام بقى مستني اما يخبط عليا الرزق ويجيني لو ليا نصيب. لو ليا نصيب انا ان في فعلا يعني نظره سلبيه لمفهوم العمل في الاسلام. الناس كلها تقول لك ايه، اصل احنا ايه متوكلين، اصل الاسلام بيدعو للتوكل، كله مكتوب، ان الرزق مكتوب، الاستسلام مكتوب لي اشتغل في شركه هشتغل، انا قاعد مستني بقى مديني، ان الاسلام بيدعو للزهد.
طيب هو الزهد الزاهد ليس عاجز، الزاهد بيملك النعمة ولكن ايه يعني في ايديه مش في قلبه، لكن ما تستعبدوش، يملك النعمة. يعني الإسلام مش هو اللي بيقول لنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا؟ هو المال هيجي ازاي غير بالعمل؟ مش هو اللي بيقول لنا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ يبقى بيدعو للعمل ولا لا؟ يبقى دي ايه نظرة سلبية. لا، احنا بنمشي، بدأنا بالدعاء، بدأ بالتوكل على الله، بتقوى الله، ما يتقي الله يجعل له ايه، يعني خدنا بالاسباب مخرجه خدنا بقى الشهادات بتاعتنا والدورات التدريبيه، حضرنا السيره الذاتيه الطيبه وعملنا، خدنا بالاسباب الدعاء، وبعد الدعاء السعي، والسعي والتوكل على الله بس كده. كمان ايه بقى، احنا لو احنا هنتكلم في الامل الاول، هنقول ايه، نركز على الايجابيات. يعني الحقيقه ان نعم الله لا تعد ولا تحصى، ولكن احنا بنألفها، بنقع في مشكله كبيره قوي اسمها الف النعمه. بنتخيل ان كل دي حقوق مكتسبه، انا كده زي الفل يعني. ما هو انا كان ايه، كان الحواس اللي ربنا اداها لي دي إيه، حق كده مكتسب، لازم يعيش بيها ولازم يسمع ولازم يشوف، كل يوم يصحى يشوف، ولازم يبقى بصحته، ولازم يجد المأوى، ولازم يجد الامان، ولازم يجد ولاده، ولازم كل دي نعم، بس هي احنا بنألف النعمه. وبعدين تيجي بقى مشكله او ابتلاء واحد، تبص تلاقي ايه، تحط بقى كل ده على جنب، وهو ده اللي تحطه نصب عينيك، هو ده اللي بيعمل الياس، وهو ده اللي بيعمل الاحباط. وكمان بقى الحقيقه لازم ناخد بالنا من حاجه، ان الشيطان دي بتبقى يعني بتبقى بقى ساعتها لقمه سائغه، انسان مبتلى ضعيف يشتغل عليه، يبتدي بقى إيه؟ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. تاني كده، هو إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. هو أنت دلوقتي نجوى في وضع ضعيف، تدي بقى من فضلك بقى. تدي اشمعنى أنت ده، أنت ده، ده أنت يعني متقي الله ده، بص خليه يصعب عليه نفسه. طب ليه بقى، ليه يحزنه؟ ليه الشيطان عاوز يقعد النجوى كده ويقعد يشتغله لغاية ما يحزنه؟ علشان هو الحقيقه لو ما كانش كده هيبقى فرد، انسان سوي صالح للعمل، يقدر يحقق مراد الله من الخلق. احنا مش احنا قلنا ايه، احنا مخلوقين ليه؟ للعباده ولاعمار الارض بما يرضي الله. طيب اذا كان الشيطان هيحزنه وهيقسه وهيحبطه، هيقوم بدوره في اعمار ده الارض، ده يمكن يوصله للانتحار. بالظبط، مش هيقوم بدوره في اعمار الارض، فيبقى هو كده ايه، تمام. يعني اروح اجي الدكتور يقول لك لا الدكتور النهارده قافل عياده عشان عنده اكتئاب، واجي المهندس مش عارف يقول لك لا قافل عنده اكتئاب، وده عنده اكتئاب، وده مش هلاقي حد يديله، توقفت حركه الحياه خلاص. فهو فطبعا يبقى دي يعني بضاعه سائغه جدا للشيطان. والام ما تعرفش تركز في تربيه ولادها، عندها اكتئاب. مفيش طبعا، ما عندها اكتئاب، ما هو في حاجه هي مركزه عليها مش محسسها بحاجه ثانيه خالص. واللي في الدراسه مش عارف عشان عنده اكتئاب يشتغل ولا يدرس ولا يحفظ ولا يشتغل يعمل، فلازم نعمل ايه؟ لازم ندرب نفسنا على استشعار النعم. ايوه، يعني اول ما تلاقي نفسك هتدخل كده في الاحباط ما تستسلمش، ابتدي عدد النعم وانت ماسك السبحه وبتقول الحمد لله. والحمد لله على ايه؟ الحمد لله مره على السمع، ومره على البصر، ومره على المأوى، ومره على الامان، ومره على الولاد، ومره على العلم. استشعر النعم، وبعدين ابدا بقى ايه، في شكر النعمه. طب هو شكر النعمه ده بس باللسان كده اقول اشكرك يا رب؟ لا، شكر النعمه قول اعمله باللسان، قول اعمله شكرا، وبصرف هذه النعمه فيما يرضي رب العالمين. ايوه، يعني ايه، ربنا بيحابي كل حد بملكه معينه. لازم تدور على الملكة دي ايه؟ ربنا ان كانت الملكة دي حكمة، انصح، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كانت الملكة دي علم، وصل العلم. ان كانت الملكة صحة، ساعد الناس. يبقى ان كانت الملكة النعمة مال، يبقى ايه، يعني الانفاق. تمام، يبقى ده شكر النعمة بقى ايه، صرف النعمة فيما يرضي الله، غير أكتر من شكرها باللسان. وندرب نفسنا على حاجة تانية بقى، ممارسة الامتنان. يعني تركز على الإيجابيات وتفضل تمتن لله عز وجل. الحكاية دي بتعمل حاجات حلوة قوي، بتشرح الصدر، بتصغر المشكلة في عينيك اللي كانت مضايقاك. ويعني احنا عايزين ايه، عايزين نجيب المشكلة على جنب عشان نقدر نشوف ونقدر نتحرك.
لان الحقيقه ان الهزيمه النفسيه اخطر بكتير جدا من المشكله او الخطر او المشكله الخارجيه. الانسان لو حصل له هزيمه جوه نفسه الحقيقه ان هو مش هيروح ولا يجي. فقصه التركيز على الايجابيات وممارسه الامتنان دي مهمه جدا جدا علشان نتحلى بالامل. طيب اما اجي اتحلى في ادوات التمسك بالامل، يعني في عشان يبقى عندي امل مش هينفع بقى عندي امل على الفاضي كده، اقول لواحد امسك حد من الشباب واقعد طول النهار، الشاب مثلا متخرج من الجامعه والشباب مستني عايز يشوف هيعمل ايه، وقلت له خلي عندك امل، خلي عندك امل. طب انا عايزه عشان يتمسك بالامل في ادوات وفي دور. طبعا اصل بس إيه؟ الامل بلا عمل جسد بلا روح. جسد بلا ساق يعني هو مش هيتحرك. يعني ان انا لو ما اخدتش بالاسباب يبقى ده يعني ايه جهل. لا امل اجوف مش هيوصل لي الحاجه. حرك القدم قبل الندم. لازم العمل. العمل بيحقق حاجات كتير. الحقيقه بيحقق الذات، بينمي المهارات. طيب هيقول لك انا عارف الكلام ده كله يا استاذ عبد، بس فين ايدي على ادينا العمل؟ فين هيجي يقول لك كده هتقولي له ايه؟ يبدا لازم تبدا ولو بحاجه صغيره. ما هو انا ما ينفعش ان انا اصمم ان انا اشتغل في تخصصي واصمم ان انا اشتغل في شركه معينه واصمم ان انا ما ينفعش تفضل تحط قيود سقف طموحات عالي قوي كده. دي قيود، دي مش سقف طموحات. يا ريت سقف طموحات اللي سقف طموحاته عالي يشتغل زي عامله اللي مستنيه يجي لها عريس في كل الاوصاف كامل الاوصاف. ما جاش كامل الاوصاف ما تتجوزش وبالتالي بتندم. بالظبط. سقف الطموحات العالي ده يعني ايه؟ اللي انا افهمه يعني اللي سقف طموحاته عالي يبقى عنده يعني درايفنج فورس او قوه دفعه عاليه. اشتغل على قد طموحك، لكن اللي انت بتعمله ده قيود. حلو قوي. يعني اشتغل على قد بقى ايه السي في بتاعك، قد طموحك. انت ليك سي في، سيره ذاتيه بتاعتك. عاوز تعلي سقف طموحاتك علي السي في بتاعك، علي الدورات التدريبيه، علي ده. وفي بشوف شباب حتى بيتواصل على النت وفي جامعات كبيره بتاخده، في بيروح اماكن كويسه وشركات بتشوف السي في بتاعته. هو اللي هو قدر يفيد نفسه. اصل العلم والعمل يعني توأمين. من سار طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقه الجنه. لان هو ما فيش عمل بدون علم. لازم الانسان دايما يرتقي. في نقطة تانية أو مفتاح تاني. مفتاح النجاح بقى. مفتاح إيه؟ قبل مفتاح النجاح في مفتاح يعني إيه؟ ترتيب الأولويات. الحقيقة إن إحنا في بعض الأولويات بتفرض نفسها. هتلاقي نفسك بتختزل أولوياتك في الأولويات اللي فرضت نفسها، اللي هو إيه؟ عادة بتكون العمل، الأولاد، الحاجات اللي هي لازم. لكن هو الحقيقة الصح إن أنت يكون عندك أولويات كتير. ومتنوعة. ممكن يختلف الوقت المخصص لكل أولوية، بس لازم يومك يتملي بيهم كلهم عشان تقدر تستمر. يعني مثلا إيه؟ ناخد مثال الأولويات. أول أولوية الله عز وجل. الإنسان يتعود أنه يكلم رب الناس قبل ما يكلم الناس. يعني يصحى الأول يصلي، الأول يقول أذكاره، الاول يتكلم مع رب العزه، يقرا القران. كل ورد الشعراوي حد يعرف فضيله الشيخ الشعراوي كان بيقول احيانا يدخل كان ايه، كان الدكتوره بتتكلم تقول يعني ايه كانه بيتكلم ربنا، يتكلم يعني سبحان الله. يعني حد بيحب حد يقعد يتكلم ويدعي. أيوة. ويتكلم دي حاجه جميله. ايوه مناجاة رب العالمين. لكن كمان لو انا حطيت على نفسي كده قيد انا هكلم رب الناس قبل ما اكلم اي حد من الناس. ايوه ادي اولويه. تاني اولويه الامانات. ايه الامانات اللي في حياتنا؟ العمل امانه، الاولاد امانه، الصحه امانه، والسمع والبصر امانه. الصحه امانه. صح. يبقى الحاجات دي لازم يكون لها مكان في اليوم. ايه تاني جزء بقى انت تلتمس السعاده فيه، تلتمس الراحه فيه. في اوقات كده من اليوم زي بين الاذان والاقامه، زي وقت قيام الليل، زي السجود الطويل، زي القرآن ولكن بتدبر. الله. الحاجات دي كلها يعني مواطن للراحة. طب في حاجات بقى شخصية انت بتجد سعادتك في حاجة، بتجد سعادتك في القراءة، بتجد سعادتك في السوشيال ميديا، بتجد سعادتك في زيارة مريض، تجد سعادتك في إعانة في إطعام الفقراء والمساكين. دي حاجة شيء ممتع إن أنت كل حد بيجد الأيتام بالذات والناس دي سعادة في حاجة. بيجد بقى سعادة في عمل صالح، بيجد سعادة في
المهم ان هو لازم يكون في يومه جزء اولويه ان هو مواطن الراحه ومواطن السعاده، دي لازم تشبع. تمام. انا ايه كمان من الاولويات؟ الارتقاء بالذات. طيب نقف عند الارتقاء بالذات، هنطلع فاصل ثم نرجع بقى عشان الناس ما تنساش معانا وتفتكر حبايبنا اللي بيتابعونا يتابعوا معانا، اللي احنا بعد ما اتكلمنا عن اجزاء مهمه جدا في ان احنا نحفظ نعم ربنا ونقل الدعاء ونحافظ على الصحه ونحافظ على الاخذ بالاسباب، في اشياء كتير هنشوف بقى كده الارتقاء بالذات ازاي، ولكن بعد الفاصل مشاهدينا الكرام. بنجدد تحية حضراتكم، بنقول ان احنا بنتكلم عن الارتقاء بالذات. يعني ايه ارتقاء بالذات؟ يعني ازاي تعلو وتسمو بذاتك، يعني ازاي تحسن من نفسك، ازاي تعلي من قدراتك، كل ده هنتكلم فيه من خلال الدكتورة. يعني يا ريت حضرتك من فضلك تقول لنا دكتورة عبير ايه اللي ممكن نعمله نرتقي بالذات. الارتقاء بالذات المفروض يكون من اولى الاولويات، لازم دايما يكون محط اهتمام كده. الارتقاء بالذات بقى ايه؟ في كل حاجة. الارتقاء بال يعني لو انا في العمل مثلا ازاي ممكن الانسان يتقدم في عمله؟ بدورات بقى تدريبيه، بياخد خبرات في المجال، بيقرا كتير في المجال، بيطلع على تجارب الاخرين، يبدا من حيث انتهى الاخرين، ما يكررش نفسه. تمام، ادي ممكن يرتقي بمظهره، ممكن يرتقي بثقافته الدينيه، ممكن يرتقي بالاساليب اللي بيتبعها في تربيه اولاده. يبقى هو الانسان دايما بيحاول يتعلم في اي لحظه، ويستمتع بانه يتعلم حاجه، ويستمتع انه اضاف مهاره لمهاراته. طيب هل طب الانسان اللي عمله في الحياه، طب افرض ربه منزل مثلا، ربة منزل ما عندهاش وظيفة معينة هتحاول انها تاخد دورات وترتقي بيها، لا ده هو المنزل ده في حد ذاته يعني جبهة محتاجة حاجات كتير قوي، محتاجة ان هي تتعلم يعني تتعلم تثقف نفسها عشان تقدر تربي ولادها، تتعلم حاجة يدوية. الشغل اليدوي من اكتر الحاجات اللي بتذهب التخلص بالطاقه التخلص من الطاقه السلبيه. بالايه؟ بالعمل اليدوي. لازم تتعلم حاجه، يعني العمل اليدوي بيشيل الطاقه السلبيه. معنى كده ما يبقى حد قاعد كده همدان ومش قادر يقوم حتى يرتب البيت ولا يرتب حاجته، عنده حاله تاجيل وكذا، ده بقت طاقه سلبيه. ايوه اجدادنا كانوا بيقول طيب. لك ايه الحركه ايه بركه، الحركه بركه. طيب ازاي لو انا حد في حاله عمليه مالوش نفس في ناس مبقاش ليها مزاج، يقول لك مالوش مزاج يقوم يعمل اي حاجه في اي حاجه، وعنده حاله قاعد ساكت كده، ازاي يكسر الحاله دي؟ الحقيقه ان الحاله دي يعني خطيره. ان شاء الله بعد كده يبقى لنا حاجه ان احنا نتكلم في ان احنا ازاي نقي نفسنا من الاحباط. انت هو كده بيبقى على ايه؟ على اعتاب احباط، على اعتاب اكتئاب، لان لو احنا قلنا ان الاكتئاب هو يعني فقدان الشهيه للحياه، فقدان الدافعيه، هو مش متحمس لحاجه. تمام، فهو الانسان اما يحس باللي حضرتك بتقوله ده دي اجراس خطر. هو لازم اول حاجه يقوم يتحرك. تاني حاجه لازم يشوف حاجه يعني بيحبها، الدنيا ما قفلتش، لازم يتكلم مع حد. يعني وقتها يعني الفراغ والوحده هم دول اعدائه. اللي يحس بنفسه انه هيدخل في هذه الحاله يبعد عن الفراغ والوحده. انا في فنانين مثلا جات لهم حاله من معش فيش شغل او فتره كان في كده، فبقت احباط، بقى يقعد في البيت بقى كده، بيبتدي يتراكم الاحزان، يتراكم الحاجات، وفي يعني الاخر إيه؟ في ناس لا تضع كل البيض في سله واحده. يعني عشان كده انا بقول لحضرتك مهم جدا تنويع الاولويات. ما ينفعش يبقى كل حياتك انت مختزل اولوياتك في حاجه ولا اتنين، بان انا هشتغل او لا، ما اشتغلتش احبط يبقى غلط. طيب او دي مثلا حاطه امال انها هتتجوز من فلان، ما اتجوزتش فلان تحبط، انتهت غلط. وهي فعلا بتحس ان الدنيا اظلمت، ان ما فيش غير كان فلان ده مع ان اللي خلق يعني 70 واحد احسن منه. يعني احساس الاحباط واحساس الوجع ده فعلا بيبقى مقاومته صعبه جدا، وبتلاقيه بقى كده اتجوز واحده ثانيه وتقول الحمد لله يا رب. طبعا لا، هو يعني الصوره كامله عند رب العالمين. فربنا بيختار ما بيجيبش. يعني هو ربنا الحقيقه بيمشي كل حد في الايه، في ما يصلح له. طيب
نتكلم بعد ما وصلنا ان احنا ازاي نقي انفسنا شر الاحباط وشر اليأس، ونبتدي نقوم نتحرك ونبتدي نستخدم سحر الدعاء اللي هو بقى السحر الحلال الدعاء، لان سبحان الله ده ربنا يدعوني استجب لكم، مفيش اجمل من كده، مفيش اقوى من ربنا، ولا حد عنده قدره مطلقه يعمل كل حاجه زي يعني مهما كان مفيش مستحيل عنده الا ربنا بس. يعني حتى الناس اللي بتقعد تعمل السحر وتستعين بتفتكر بتستعين بقوه، اي قوه لها ليميت، لها حدود، اي قوه لها حدود ولها طلبات حاجات كده. فانت سبحان الله رب العالمين استجيبوا، بس استجيبوا لله، يعني بس هي الاستجابه لله، وان احنا نطلب منه وهو مطلق القدره. طب ساعات قريب يجيب دعوه، ليه ساعات ما بيعطيش اما بنيجي نطلب؟ عشان ممكن انا بدعيه ده مش خير في الوقت الحالي، يا ريت تتوضح لنا وتحكي لنا وتقولي لنا. الحقيقه فعلا هي قوه، يعني هقول لك ايه، يعني حدثني عن الاحتمالات حدثك عن قدره الله. ساعات كتير ما انت تحسبها ما تتحسبش، ما كل الاحتمالات بتقول انه هو انه ما ينفعش، لكن هي ممكن لو رب الناس شاء هتنفع. فعلشان كده اما تنقطع الاسباب الجأ لمسبب الاسباب، لازم تلجأ لمسبب الاسباب، هو ده الطريق الوحيد. وتنقطع امتى؟ سيدنا موسى رايح ويقول له ايه، خلاص بيبص وراهم البحر كده وهو الفرعون وراهم، قال له كلا، بيقول له ان مدركون هنتلحق هنتمسك، كلا ان ربي سيهدي، ان ربي سيهدي. شوفي ثقته في الله، يعني يا سلام، ثقه في الله، كلا انه هيخلق سبب، وفعلا شكله البحر بتجيش على بال حد، يعني هي فعلا بتبقى يعني بتتحل بطريق ما كانتش العقل البشري هيجيبه. يعني ثقته في رب العالمين شقت البحر، اليقين بالله. متاكد انه هينصرني، عمل له المستحيل، عمل له معجزه تطلع هنا، تمام. فيبقى دي يعني اداه قويه جدا، اداه قويه ومجانيه وغير مكلفه، ملهاش طلبات وبدون اي جهد وبخور، والحاجات اللي بيعملوها والناس اللي بتروح تلجا للاسف الشديد ومثقفين وناس، يعني انا بزعل والله قوي لما اشوف اسمع الحاجات دي. لازم يعني تنمي الثقه بالله، يبقى دايما في حته تلجا لها. طيب في ناس بيعتقد عشان انا اثق في ان انا الجا لله لازم اكون بقى متعبد ودقني لحد هنا، واكون بقى زاهد واعد ورع وعشان خاطر يستجيب ربنا ليا. وانا مثلا واحد بيقول انا مش بيصلي او محتاج ربنا في حاجه، طب ما ربنا سبحانه وتعالى يعني ده امن يجيب المضطر، ما قالش المتعبد، قال المضطر. فأرجو حاجة توضحي برضو الناس تجرب كده تدعي. أيوة ربنا. الحقيقة إن إحنا ليه إحنا بنختزل الدين في العبادات؟ إحنا ديننا كله المتتبع للقرآن عبادات. أيوة. ومعاملات. أيوة. وأخلاق وأحكام، مش هو ده وقصص الأمم السابقة؟ تمام. أدي محتويات كتاب الله. طيب يبقى أنا أما أنا أختزل كل ده وأقول بس هي عبادات وبس، لا، الدين المعاملة. انت ممكن معاملاتك كلها تنقلب لعبادة، ان كانت ايه، ان كانت يعني بنية، زي صنائع المعروف تقي مسارع السوء، تقي مسارع السوء، معروف ومعاملة وحاجات تمام. فيبقى هو القصة يعني دايما مش الورع، ان الانسان لا هو ما بيقومش من على السجادة، لا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم يعني ورسوله. ممكن واحد يبقى مقصر في العبادة ويرفع ايديه يقول يا رب ربنا يستجيب ويديله؟ طبعا ممكن، طبعا طبعا، هو ده يعني هو رب العزة تفتكر ان هو هيعاملنا كده بمعاملتنا؟ لا ده اكرم الاكرمين. والحقيقه ان احنا ما بنمشيش على يعني على حاجه معينه، دايما القران كله الا ما شاء الله. يعني في الاخر احنا داخل دايره المشيئه، ما تقدرش تقول حد يعني ما تقدرش كمان تحكم على الاشخاص. الحقيقه دي من اكبر المشاكل اللي ممكن يقع فيها حد، ان هو يكفر ويحكم على الاشخاص. الايمان يا جماعه عمل قلبي، ما فيش اي حد بوسعه انه يحكم على قلب الاخر. والحقيقه ان هو يا ريت الطاقه دي اللي بينتقد بيها كل من حوله يوجهها ايه؟ لاصلاح ذاته. تمام. انا يعني بشكر حضرتك على كل ما تفضلتي بيه. يعني اخر حاجه بقى نقفل بيها، مفتاح النجاح. تمام. ايه بقى مفاتيح النجاح؟ ايه مفتاح النجاح؟ اول حاجه
يعني التماس العون من رب العالمين. التماس العون من رب العالمين. احنا نسال توكل على الله. نسال الله الاستعانه، نستعين بالله. اول نقطه في اي حاجه، وما توفيقي الا بالله، الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. بعد كده ايه؟ الاخذ بالاسباب. لازم الانسان يتحرك، يعني لا يغير الله ما بقوم حتى ايه يغيروا ما بانفسهم. لازم ناخد بالاسباب ولازم نعمل. طيب وبعدين؟ طب الحمد لله ربنا وفق والانسان نجح، ايه؟ التواضع. التواضع لا يغتر بعمله. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. لو الانسان مشي بالثلاثة دول باذن الله نجاح حليف. هو على طول في معية الله، بيستجلب معية الله طبعا بتقواه. من يتق يعني ايه، اللي بيتقي الله بينال ولايته. شوف بقى إيه؟ اما ربنا يتولاك يا رب. تمام، يعني رب يعني نسأل الله جميعا. امين يا رب. الولاية. امين، اللهم امين يا رب. والعمل. تمام. وبعدين ايه؟ التواضع. تمام. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. بشكر حضرتك على كل ما تفضلت بيه، وبشكر كل حضرات السادة المشاهدين يتابعونا النهاردة، وبقول لحضراتكم الطريق إلى الله بسيط وسهل. مفاتيح النجاح بسيطة وسهلة. الأمل والعمل ده شيء ممكن توصل له، مش لازم تكون قمة الورع وقمة التقوى وقمة العبادة وقمة كل حاجة عشان ترفع ايديك وتقول يا رب، او تروح تقول لفلان ادعي لي. مش عرفك، ما يمكن انت اكثر صلاحا منه. ده ممكن يكون بيصلي الصلوات الخمسه وتكون انت اكثر صلاحا. انت بينك وبين ربنا ما بتاذيش حد، وانت معاملتك طيبه، ربنا بيطلع عايز قلب سليم. برك بوالديك ده في حد ذاته سبب من اجابه الدعاء. في اشياء انت ما تعرفش انت مقدارك عند ربنا ايه، ما تستقلش بنفسك، لا قول يا رب. وعلى فكره ربنا سبحانه وتعالى على فكره هيستجيب لك، عشان يوريك انه بابه مفتوح فتقرب منه اكتر. وان ابتعد ناديته، يعني ربنا عايزك، فانت قرب من ربنا ببساطه شديده جدا. وجرب هذا الباب مش عن طريق تجربه، انا واثق ان ربنا مش بيرد حد. وادعوني استجب لكم، دي واضحه جدا. امن يجيب المضطر اذا دعاه، اللي هو مضطر مزنوق في حاجه صعبه جدا. ما قالش امن يجيب المتعبد، لا، المضطر. فاي واحد في السوق ويكشف السوق ويجعلكم خلفاء الارض. بدون قيد او شرط، بدون قيد او شرط، وسابها كده مفتوحه. فده حاجات. واكيد اي حد فينا جرب ان يكون كان في ظروف صعبه جدا وقال يا رب، وربنا ساعده. فأرجو ان احنا نجرب كده، ودايما نقول يا رب، هيدينا امل وهيكون مفتاح طريقنا، وناخد بالاسباب. اشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.